عليكم خويا. انا واحد الانسانه بسيطه في المجتمع، ناس دراوش اخويا على قد الحال. هجم علينا اخويا واحد السيد اليوم، هجم على ماما واختي هما الاولين، انا ما كنتش معاهم في الدار. هجم عليهم اخويا، بقى عليهم بالسبان والمعيور. علاش؟ على قبل اختي ماما مني ما بغاش، بدا عليها بالسبان والمعيور. جا عندي اختي عيطت لي في التليفون قالت راه هجم علينا في الدار، هاكين وهاكين. مشيت عندهم اخويا، جايه انا خارجه من الدار عندي، تما جاي هو المجيالي، جاي هو يبدا علينا يا الفاعلات يا التاركات المعيور من عاوش كشنو قال. قال لي والله حتى غندير لكم ونفع لكم نتوما ثلاثه. جا عند ماما اليوم، جا عندها على قبل اختي، والله حتى ندير لها والله تنفع لها. اختي الصغيره، اختي الصغيره مخطوبه، ماشي زعما دير راسها مخطوبه. قال لي صافي مني جينا بحال هكا، خرجنا من الدار، جا ليا هو معاه اخويا صاحبه خوه، معاه اختو ومعاه عمو، هادو كاملين. اش كيديروا لينا؟ شي كيشد وشي كيضرب، شي كيشد وشي كيضرب. مني جينا خويا هما عايرو وحنا عايرنا، ماشي ما عايرناش حنا، ولكن ما قال عيالات. شي كيشد وشي كيضرب. قال لي اليوم غادي يجيو لكم ولاد الخيريه، اليوم غشوفي فين تباتي، والله داركم لا بالتفاع. قلت ليه مرحبا ما كاينش مشكل، كي ولاد الخيريه غتجيبوهم ليا ما كاينش مشكل. قال لي ولاد الخيريه اليوم غادي يحضروا هما ولاد الشارج، اليوم ما غتباتوش في الدار. هذه هي الكلمه اللي خسر عليا. هزيتي صندوق، ضرب ماما به لهاد الجهه ديال الراس، من لا صندوق هو الاول، ضربها بالصندوق هو الاول لراسها. عاود هزو الشير به، الشير غيشير، شديتو انا بهاد الايد اليسريه. ملي شديتو الدريه اللي معاه كتشد في اختي، اختي دارت ليها الدريه من جهه الطوموبيل، تما جاي اختو حتى هيايا. انا حاضيه غير ماما واختي باش شي واحد ما يضربهم، حيت ماما فيها السكر. عاود هز الصندوق، عاود شير علينا به، وتا واحد ما كيفوك. كلشي اللي جاو من صحابو كلهم واقفين في الدرب كيشدونا حنايا ومخلينه هو. صافي مني مشيت هكا جيت لداري انايا، هز محبق عطى ماما بيه. ملي عطى ماما، ماما طاحت ليا في الارض. جات اختي تحضير عليه، تحضرت بحال ما شدت ماما، عاود هز المحبق وعطى اختي فوق من ماما، حيد داك المحبق ثاني الله يعطي ماما بيه. جات واحد جارتنا، جارت اختي وواحدة اخرى جارت ماما، حيدوهم من طريق. وانا فين مشيت ديك الساعه؟ انا مشيت للكوميساريه على اساس باش نجي نديكلاري. شدتني الدريه هذه صاحبه خوه، دفعت ماما يد ولا طيحتها في الارض، عاود دفعت اختي، شدتني انا من شعري، شدتني من شعري، ضربتني لهنا انت خويا، ضربتني قمشتني في وجهي، القمشه اللي قمشتني شدني هو. ملي شدني صاحبو شدني هو، شدوني هما بجوج. جا اللي هو نايض، علاش نايض هذا المشكل كامل؟ جا شدني من هنا من شعري، عاود هو قمشني هنا، قمشني هنا. قال لي والله اليوم لبستي هنا، بغيت نمشي للكوميساريه ما خلاني شدني. علاش ما غتمشيش للكوميساريه؟ والله اليوم تندير لكم ثلاثه. والله طاغي هنا في البنوصي بزاف، فين ما كيتشد كيهضر بالفلوس، فين ما يتشد كيهضر بالفلوس. قال لك انا غنحط 3 مليون على راسي وما غاداش نتشد، حيت انت عندك 3 مليون وحنا ما عندناش، حنا عندنا الله، ما غنعطيو حتى شي ريال وغناخذوا حقنا بالقانون. مشيت اخويا للكوميساريه بيرمانوس، مشيت ليه اخويا، قالوا لي صافي ديري غير ساعه فيك وجي عندنا. ضربني ايدي مهرسه ليا دابا خويا، شد لي شاداني الدريه من هنا، شدتني من هنا تكاتني انا، شد لي شاداني من هنا. انا راه دابا مع ماما، انا باغا نكالي غير ماما، يعني واخا شداتني هي انا ما قصدتش الدريه وما اديتهاش، ما عنديش بها اصلا غرض، ديك اليوم ما كنعرفهاش. شدتني من شعري، الهبطه اللي هبطتني عندها، بقيت انا مدايره على ماما شويه، ما طلقتني الدريه دغيا، طلقتني جا عندها واحد قال لها السيده حامله طلقي من الدريه، طلقت مني انا. مني مشيت جهته هو، شدني من هاد الجهه وقمشني هنايا، جر لي هذا، هاد الايد اخويا ضربني بها هو، كيفاش الله اعلم، انا ما عرفتش كيفاش ضربني في ايدي حامله وما رحمنيش وضربني وقال لي وعليا باليمين تغي طيح لك داك بنادم. هذه هي الكلمه اللي قال لي، قال لي والله تغي طيح لك بنادم، والله لا تزاد. هاد السيد واش من عائلتي؟ واش كيعرفني؟ واش عندي به شي علاقه اللي غيبدا يقول لي نطيح لك بنادم؟ كنطلب اخويا بياخذوا لي حقي، ما يجيو عندي لا عائلته ولا حتى شي حاجه، ما باغا لا فلوس لا حتى شي حاجه، ياخذوا لي غا حقي من هاد السيد اللي طاغي، كيقول لك انا عندي الفلوس والله ما غنشد، والله ما غنشد. قال لي والله ما غنشد وعندي 30 مليون حاطه في البنك، غنخسر لك 3 المليون وما غنشدش. هذه الكلمه اللي قال لي. واش هاد السيد باقي ما تشدش اخويا اللي جيت لمعاكيز هاجم على دار، باقي ما تشدش؟ علاش هادشي كله؟ قالك انا ما غنشدش وما غنشدش، وفعلا نهار اللي كيتشد كيتضرب 3 شهور 4 شهور، هذا هو الحكم، هذا هو الاقصى حكم اللي كيتشد هو وخوه. ما داير والو كيمشي فيها بعيني مغمضه. 3 شهور 4 شهور، هذا هو الحكم اللي كيتشد به. اختو انا ما واصلانيش السنه، ما كنقولش لها في الدرب حيت اختو جارتي،
هما جيراني ما وصلانيش حتى شي حاجه حتى السلامكم واش، ولكن اليوم طغاو هادو خمسه الناس. وهو قال لي اليوم والله حتى غيجيب لكم صحاب خيريه والله لنعستو. والدريه قالت لي اليوم قالت لي خرج انت خرج انت، قالت لي مسؤوليه. وانا قالت لي اليوم غادي يجيو الدريات اللي بحالنا بحالهم بحال هكا، انا اليوم غادي نجيب دريات اللي بحالنا بحالهم، يعني اشنو غنبقى انا نعس مرتاحه؟ انا بالنسبه لي انا اشنو حتى شي حاجه، عبيد عند الله بحالنا بحالو. ولكن باش غيولي يطغى عليا بطل كلشي ساكت، انا ما ساكتش ليه، ما غاداش نسكت ليه. ولا حيت دارهم كيمشيو كيعطيو عليه الفلوس، ولا كيمشيو عند الناس ويقول لهم هاكوا الفلوس وسمحوا لنا في قضيه، انا ما نسامحش. واخا يجي لي ما عرفتش شكون من عائلته ما نسامحاش. كل ما زاد ضربني انا نقول الدنيا هاني نقدر نسامح، ولكن ملي وصل ليا لامي واختي لا ما نسامحاش، والقانون ياخذ ليا حقي بلاتي. بالنسبه خويا لهذا السيد سبب الخلاف هو انه بغى اختي، جا عندنا قال لينا بغيتها، قالت ليه ماما لا ما نعطيهاش لك. وبالصبع ديالو ماشي هي هذيك، مؤخرا اخويا قبيله تجا عيرهم، عير بدا بالمعيور ملي عير ماما وعير اختي، ملي بداو كيتناقشوا يتناقشوا ما بغيتش يعطيها ليا، وغناخذها صحه بحال هكا هاد البنت غناخذها صحه. وهاد خينا خويا راه طاغي بزاف في المنطقه ديال البرنوسي، ما نعطيوهاش لي واخا ما عرفت شنو شي، واخا يكون واخا يكون موزن بالذهب ما نعطيوهاش لذاك السيد، حيت داك السيد حقار كيحقر على الناس فهمتي، كلشي كيخاف منه وانا ما نخافش منه. هادشي انا كنقولو دابا قدامك، ما عنديش مشكل، وغنبقى نقولو في المحكمه باش غادي يبدا انا يهدد فيا يقول لي ما غتدخليش لدارك، داري غندخل ليها، واليوم غنمشي لداري انا ما عنديش مشكل. ما بغيتيش تخليني ندخل ديك الساعه راه القانون كاين، انا ما عنديش فيه مشكل. ولكن اخويا هاد السيد في البرنوسي راه ولا بزاف، راه شي حاجه اللي كثار من بزاف، راه ولا كلشي كيخاف منه، راه حشومه، راه حشومه وبزاف اخويا. راه حنا كنحترموا والديه كنحترموا كلشي، هو ملي كيدوز ما كندويوش معاه ما كنكلمو ما حتى حاجه، ولكن باش يجي يولي اخويا يعير فينا ويسب فينا ويقول غيسكتوا ليا ما غنسكتوش ليه. واخا يجيو عندي عائلته، عائلته كيهضروا بالفلوس، حنا ما كنهضروش بالفلوس، حنا معنا الله، راه ما كاين محسن من الله، بغى يهضر بالفلوس يهضر بالفلوس. وفي المخزن ديك الساعه ملي تشد يقول لهم قلت ليها الفلوس، جبد ديك الساعه الفلوس، ما كاينش عندنا مشكل. هادشي اللي كاين اخويا، السيد بغيتهم ياخذوا ليا حقي منه، كون جات فيا انا نقدر نسامح في حقي، ولكن ما جات ليا في اختي وماما لا ما نسمحش ليه واخا ما عرفت اشنو كاين. تابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديده، ديروا شير للفيديو وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.